دائي العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. لا بقى كده حلو قوي، كده حلو قوي، كده حلو كده. معلش معلش بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش الله يبارك فيكم. بس الله يكرم. نعم اذكر الله عيني على الصفا في حب المصطفى. انا كده هنصدق بقى، ما ينفعش كده. بروح علينا شويه. معلش البوزه الثانيه حبيبي، ربنا يعزك. استنى بس يا الله تزورني. الشيطان صلوا على سيدنا رسول الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. صلى الله عليه وسلم.
بالظبط يا سيدي مصطفى. مولانا 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 غزال يا مولانا يا رب المشطاي. ما تيجي تقرا انت بقى. حياه من رضاك ترضينا يا اخي يا شيخ عبد الباسط يا دكتور بحق من رضاك ترضينا يا اخي يا اخي نبي البصين وحياه النبي البصين رضيني يا اخي اللي برادك كل ربنا اقعد يا شيخ فتحي الله يبارك فيك اللي برادك كل ربنا اقعد بس يا شيخ فتحي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي يلتقيان بينهما برزخ؟ بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ؟ رب المشرقين ورب المغربين يا عم
أنواركم علينا فأبصرنا بها طريقنا. طيب تعليم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء